لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الجمعة 13 إبريل، والنهاردة القمر مازال موجود في برج الحوت، عندنا كمان الشمس وأورانوس الاثنين في الحمل، وعندنا فينوس في الثور، والمريخ وزحل وبلوتو في الجدي، ونبتون في الحوت، وعطارد بيتراجع في الحمل، والمشتري بيتراجع في العقرب. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ بالحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، وده بيخليهم يميلوا للتأمل أكتر وللعزلة، ولكن كمان عندهم حدس وبصيرة هايلة، فخليهم يعني أنصحهم يصدقوا بصيرتهم لكن ما يعلنوش عن خططهم ويتجنبوا الزهو بنفسه. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر في وضع داعم في منزل الأصحاب، وعندهم يوم مناسب جدا للانطلاق مع الأصدقاء، ويقدروا يستمتعوا بوقتهم مع سواء مع الأصدقاء أو الأحباب، لأن كمان فينوس في برجهم بتديهم سحر وجاذبية جدا. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم للأسف القمر ما زال معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد الجوزاء يتحكموا في حساسيتهم وفي انفعالاتهم عشان اليوم يعدي بدون مشاكل. نروح بعد كده لبرج السرطان، وهنلاقي ان القمر موجود في منزل الحظ بالنسبة لهم، وممكن ده يخليهم يحققوا مكاسب مالية او يحققوا تطور في امورهم المهنية او في شيء يدرسوه بنجاح. عندهم كمان ممكن يكون اليوم حافل بالأحداث المثيرة وبحاجات كتير تساعدهم. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيخليهم عندهم قدرة أفضل على إدارة أموالهم، ويقدروا يحققوا مكاسب هايلة، وممكن كمان يكون عندهم مفاجآت سارة. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم للأسف القمر مازال في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد العذراء انهم يفتكروا ان الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فما فيش داعي يفقدوا اعصابهم قوي عشان يحافظوا على علاقتهم بالاخرين، وخصوصا الجنس الاخر وشريك الحياة او شريك العمل. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة، وده بيديهم نشاط، وبيقدروا ان هم يقوموا بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم على اكمل وجه. هيقدروا كمان ان هم يحققوا توافق كويس قوي مع اللي حواليه. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، ويقدروا النهاردة ان هم يعبروا عن مشاعرهم بصورة مؤثرة في الاخر، كمان يعرفوا يتعاملوا مع كل اللي حواليهم بود وبحب، وهيكون عندهم روح تفاؤل هتساعدهم على انهم يشيعوا حواليهم جو حلو ويسعدوا اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة للأسف القمر مازال معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد القوس النهاردة انهم يحاولوا يستقبلوا اي مستجدات بتفهم وبأعصاب هادية. كمان مطلوب من مواليد القوس ما يدخلوش في اي جدال يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب او على الصعيد الاجتماعي. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، والنهاردة مواليد الجدي يقدروا يكونوا مقنعين جدا، ويقدروا ان هم يحصلوا على الحب وعلى السعادة في كل علاقاتهم ان شاء الله، وكمان هيعرفوا يكونوا مؤثرين في كل الناس اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة بشوف ان الشمس بتدعمهم جدا،
في العلاقات، يعني الشمس تدعم علاقاتهم، وكمان القمر في منزل المال، ده بيساعدهم على التفاوض بذكاء وبيقظة في الأمور المالية، وممكن يعملوا حساباتهم كويس ويحققوا مكاسب مالية. نروح بعد كده لبرج الحوت، وهنلاقي ان القمر مازال موجود في برج الحوت، وكمان بيقترن النهارده بنبتون في برجهم، وبالتالي مواليد الحوت النهارده هيستقبلوا اليوم من اوله بمزاج حلو، وهيقدروا يفرضوا سيطرتهم ونفوذهم، وهيكونوا مؤثرين جدا في كل الناس وخصوصا في الجنس الاخر. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.